ريزميسيتي، او بقول عليها كاردياك ريزميسيتي، او اسم الدلع بتاعها حاجة اسمها اوتوماتيسيتي. باي دكتور خالد عبد الفتاح ابو الفضل. للتواصل عبر الموقع خافض دوت احلى منتدى دوت نت، وعلى الفيسبوك سوق في سيرج جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل. زي ما احنا متعودين دايما اي مصطلح جديد ابداه بديفينيشن. ريزميسيتي او اوتوماتيسيتي هي عبارة عن مقطعين، ريزم وسيتي واوتوماتيك اوتوماتيسيتي. ريزميسيتي ability of the cardiac muscle to initiate its own rhythm regularly and spontaneously. يبقى ability of the cardiac muscle to initiate its own impulses regularly and spontaneously، يعني بمعنى اخر independent on nerve or hormonal supply. يعني بمعنى اخر انها حاجة اسمها myogenic property، صفة متأصلة في العضل. وبالتالي الهارت لو عملنا له denervation، يعني عملنا مثلا هارت ترانسبلانتيشن، نقلنا قلب من شخص لشخص، شخص محتاج نقل قلب والشخص التاني مات ولسه القلب بتاعه لسه فريش، نعمل له ترانسبلانتيشن. احنا في الحاله دي عملنا دينيرفيشن للهارت، يعني القلب هيشتغل وزاوت نيرف سبلاي. يبقى الكاردياك ريزميسيتي او اوتوماتيستي ability of the cardiac muscle to initiate its impulse regularly and spontaneously. طيب في characteristic features لهذه الريزميسيتي او الاوتوماتيستي. اولا هو ايه السبب ان في اوتوماتيستي للكاردياك muscle؟ احنا لما جينا نتكلم على الكاردياك ماسل قلت ان الكاردياك ماسل ده هي حاجة من اتنين، يا اما اوردينري كاردياك ماسل، يا في نوع تاني اسمه سبيشاليزد كاردياك ماسل. سبيشاليزد كاردياك ماسل زي على سبيل المثال اس ان ودول ايفي نود والبركنجي فايبر، و هذه السبيشاليزد كاردياك ماسل هاز كابابيليتي اور ابيليتي to initiate cardiac impulses. طيب الاجزاء اللي انا قلت عليها دي اس اي نود اي في نود بركنجي فايبر اند ايفن فينتريكلز كان انيشيت اتس اون ريزم. فالاس اي نود الريزم بتاعها كان بتطلع لي هايست ريزم تقريبا من 90 ل 110 بيت بير مينت، وهي البيس ميكر اوف ذا هارت، هي المايسترو لان هي الهايست ريزم. امال الهارت ريت بتاعنا من 60 ل 90 ليه؟ قلنا قبل كده نتيجه الايه، حاجه اسمها الفيجن تون، الفيجاس بيسبلاي الاس اي نوت فبيقلل الريزم من 90 ل 110 الى 60 ل 90. امال لو حصل مشكله، لو لاي سبب الاي في نوت ما عادتش شغاله وبقى الاس اي نوت ما عادتش شغاله والاي في نوت بقى هو المايسترو، الريزم بتاعه تقريبا كام؟ 60 بيت بير مينت. امال البركنج فايبر تقريبا 30 بير مينت. الفينتركلز الريت بتاعها من 20 ل 40، والفينتركل بتشتغل كمايسترو وهي اللي بتطلع الامبلس امتى؟ لما يكون في مشكله في الاس اي نود والايفي نود زي ديسترويد او دامجد مثلا، او لو حصل سيفير انهبيشن بفيجال ستيميليشن. وفي الحاله دي لما الفينتركل هي اللي تبقى المايسترو وهي اللي بتطلع الامبلس، بقول ان الهارت بيكونتراكت بالريزم بتاعه بتاع الفنتركل، بقول حاجه اسمها ايديو فنتريكولار ريزم، ودي في الاريزم يعني نتكلم عنها ان شاء الله في حالات الهارت بلوك. يبقى ايديو فنتريكولار ريزم يعني ان الاس ان دول ايفن مش شغالين والفنتركل عاد بيحصل له ايه كونتراكشن بالريزم بتاعه، والريزم بتاعه كان من 20 ل 40 بيت بير مينت. طيب ما بيتكلم على حاجه اسمها البيس ميكر بوتنشال. دايما لما اجي اتكلم على اكسايتابيلتي بتاع اي تيشو يهمني في حاجتين، ريستنج ممبرين بوتنشال واكشن بوتنشال. فالريستنج ممبرين بوتنشال اوقات بيطلقوا عليه اسم بري بوتنشال،
او يتقال عليه دايستوليك ديبولاريزيشن، وعندي حاجه اسمها اكشن بوتنشال. البيس ميكر بوتنشال له صفات مميزه. اول جزء في البيس ميكر بوتنشال اللي هو الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع الاس انود على سبيل المثال، بلاقيه تقريبا من ناقص 55 لناقص 60 ملي فولت، وبلاقيه ان ستيبل في الريستنج ميمبرين بوتنشال. وفي اوردينري كاردياك ماسل كان بيبقى الريستنج ميمبرين بوتنشال ستيبل، لكن هنا ان ستيبل. السبب ايه؟ الكوز هيختلف في الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع الاوردينري كاردياك ماسل عن الريستنج ميمبرين بوتنشال بتاع مين؟ بتاع البيس ميكر بوتنشال زي اس ان او. فلاقيه السبب ممكن يكون زياده الصوديوم ليكج من حاجه اسمها سلو صوديوم شانل، فبيحصل صوديوم انفلكس. يعني على سبيل المثال انا قلت السيل ميمبرين اهو، وبيحصل ليكج للصوديوم يحصل له انفلكس، والبوتاسيوم بيقل الاوت بوت بتاعه او الاوت فلكس بتاعه، زائد في ترانزيانت كالسيوم شانل بتفتح فبيحصل سلايد كالسيوم انفلكس. فكل ده يؤدي الى ستيت اوف ايه؟ بارشال ديبولاريزيشن، تقال عليها انستيبل ريستنج ميمبرين بوتنشال. هتلاقي الايه ريستنج ميمبرين بوتنشال واخد الوضع ده كده انستيبل لحد ما اوصل للفارنج ليفل يعمل لي اكشن بوتنشال اهو، يكمل الاكشن بوتنشال بالشكل ده كده. الاكشن بوتنشال بعد ما جت سميه دايستوليك بري بوتنشال، انا قلت ان احنا بنطلق غالبا دايستوليك بري بوتنشال على الانستيبل ريستنج ميمبرين بوتنشال ده، لكن بعض الناس يقولوا الاكشن بوتنشال على بعضه كده كله على بعضه بيكون من جزئين، جزء بري بوتنشال وجزء اكشن بوتنشال، فبياخدون كمصطلح على بعض. بيكون من جزئين الاكشن بوتنشال بتاع الاس ان او، بيكون من جزئين انيشال بارت اللي انا بقول عليه البري بوتنشال هو الجزء ده كده، ثم وصلنا للفارنج ليفل كمل بقى الديبولاريزيشن اهي والريبولاريزيشن بعد كده. البري بوتنشال هو الجزء ده كده، سببه ايه؟ كونتينيوس ليكج فروم سلو صوديوم شان ليكج شان، وايه كمان؟ وقلل البوتاسيوم افلكس من البريفيوس بوتنشال. مش كده وبس، شويه كالسيوم انفلكس من خلال ترانزيانت او شورت اكتنج كالسيوم شانل، كل ده هيؤدي الى بري بوتنشال. طيب وصلنا للفايرنج ليفل ناقص 40 ملي فولت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اوبننج للونج اكتنج كالسيوم شانل اللي هي ال تايب، فيحصل كالسيوم انفلكس يبقى هي المسؤوله عن الديبولاريزيشن. يبقى الديبولاريزيشن بتاعت الاكشن بوتنشال بتاع البيس ميكر بوتنشال بتاع الاس اي نود سببه كالسيوم انفلكس من خلال ال تايب كالسيوم شانل. طيب الريبولاريزيشن سببها ايه؟ هيبدا يحصل بوتاسيوم افلكس، يبدا يحصل ايه؟ بوتاسيوم افلكس من خلال اوبننج للبوتاسيوم اتش. وبالتالي نركز في الملحوظه اللي هقولها دلوقتي، لو جيت عشان ايه التكرار بيعلم مين؟ الشطار. لو انا جيت تاني دلوقتي اهو رسمت الرسمه مختصره تاني للبيس ميكر بوتنشال، يبقى انا عندي فيه بري بوتنشال ثم ديبولاريزيشن ثم ريبولاريزيشن، بري بوتنشال ديبولاريزيشن ثم ريبولاريزيشن. اتفقت ان البري بوتنشال ده اهو بيتقال عليه سلوب اوف بري بوتنشال او الجزء ده كده، النقطه دي مهمه. عرفنا ان السبب مينلي فيه صوديوم ليكج، فيه كالسيوم انفلكس من خلال
اللي هي ترانزيانت تايب كالسيوم شانل، فيه ديكريز للبوتاسيوم افلاكس. وصلنا للفارنج ليفل، هنا هيبقى هنا المسؤول مين؟ كالسيوم انفلاكس من خلال لونج اكتين كالسيوم شانل اللي طيب كالسيوم شانل، ثم الريبولاريزيشن بوتاسيوم افلاكس. قال لك خلي بالك البيس ميكر بوتنشال ده الجزء الاولاني اللي هو بيقول عليه البري بوتنشال ده هو المتحكم الرئيسي في الهارت ريت. كلما الديوريشن بتاعته بقت قصيره كل ما الهارت ريت يزيد. يعني على سبيل المثال لو انا دلوقتي لو قلت اندر ريستنج كونديشن كان بالشكل ده كده، البيس ميكر بوتنشال كده بالشكل ده كده، طيب عملت سمباثيك ستيميليشن قال لك بتبقى بالشكل ده كده. وايه اللي حصل؟ البري بوتنشال هنا مدته قصرت، فبالتالي زاد الهارت ريت. يبقى ده الصوره اللي قدامي ده افكت اوف ايه؟ افكت اوف سمباثيك. يبقى السمباثيك قلل الديوريشن اوف بري بوتنشال، وبالتالي زود لي الهارت ريت، يعني هيعمل لي حاجه اسمها تاكيكارديا، يعني بمعنى اخر له حاجه اسمها بوزيتيف كرونوتروبيك افكت. طيب لو جيت ارسم رسمه ثانيه كده، ده كده اندر ريستنج كونديشن، جيت عملت بارا سمباثيتك ستيميليشن تبقى كده. يبقى الريت قل ولا ما قلش؟ في نفس الديريشن اهو نلاقي الريت قل. يبقى البارا سمباثيتك ستيميليشن عملت ايه؟ زودت الديوريشن اهي بتاعت البري بوتنشال. يبقى زودت الديوريشن اوف سلوب اوف بري بوتنشال. الجزء ده بقول عليه سلوب اوف بري بوتنشال الجزء ده كده. فبالتالي قللت الهارت ريت، يعني معناها عملت براديكارديا، يعني معناها فيه نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. كلام جميل. يبقى اما ارجع تاني اهو واقول افكت اوف اوتونوميك نيرفس سيستم، وادي رسمه اهي اللي باللون الاسود ده النورمال، واللي باللون الازرق ده الباراسمباثيك، واضح انه قلل ايه؟ الديوريشن، قلل الهارت ريت، يعني زود الديوريشن بتاعت سلوب وبري بوتنشال، سواء بقى عن طريق افكشن ل البوتاسيوم تشانل فعمل ديلي للكلوجر بتاعها، او افكت ال ال تايب كالسيوم تشانل فعمل برولونجيشن للسلوب اوف بري بوتنشال. اللي بالاحمر دي السمباثيك زودت لي الهارت ريت، يا اما عن طريق انها افكت الايه الريتشنج للفايرنج ليفل اللي هو الاوبننج اوف ال تايب كالسيوم تشانل، فبالتالي قلل الديوريشن اوف سلوب اوف بري بوتنشال، او افكتنج سايكليك ام بي اللي زود الاوبننج اوف كالسيوم تشانل، فبالتالي زود الكالسيوم ايه انفلكس من خلال ال تايب كالسيوم تشانل فزود الهارت ريت. طيب لو جيت اقارن مقارنه بسيطه ما بين الفنتريكولار
حتى الاتريال بيس ميكر الاتريال اكشن بوتنشال يبقى ده الفنتريكولار اكشن بوتنشال والبيس ميكر بوتنشال سواء بقى يشمل الريستنج ستيت والاكشن بوتنشال نفسه. فلو جيت في الفنتريكولار ريستنج ميمبرين بوتنشال واكشن بوتنشال هلاقي الريستنج ميمبرين بوتنشال ماله تقريبا ناقص 90 مللي فولت وستيبل، لكن في البيس ميكر بوتنشال بيبقى من ناقص 55 لناقص 60 وبقى انستيبل. لما اجي اشوف الديبولاريزيشن في الفنتريكولار اكشن بوتنشال سببها صوديوم انفلاكس من خلال فاست تشانل فاست فولتج جيتد صوديوم تشانل، لكن الديبولاريزيشن في البيس ميكر بوتنشال سببها كالسيوم انفلاكس من خلال اللي تايب كالسيوم تشانل. الريبولاريزيشن في الفنتريكولار اكشن بوتنشال بلاقي في حاجه اسمها البلاتو، لكن هل البيس ميكر بوتنشال الاقي فيه بلاتو؟ لا. طيب مينلي الريبولاريزيشن بيبقى داخل فيها قوي هنا في البيس ميكر بوتنشال اساس بوتاسيوم افلاكس. في الفنتريكولار اكشن بوتنشال ذا سيم مع اختلاف المرحله بتاعت البلاتو البالانس ما بين بوتاسيوم افلاكس وكالسيوم ايه انفلاكس. كلام جميل. طيب ايه اهميه البري بوتنشال؟ زي ما لسه قايل من خلاله اقدر احدد الهارت ريت، هلاقي الفيزيكال اكتيفيتي والفاكتورز افكتنج والاوتونوميك وكل حاجه بتشتغل على البري بوتنشال. لو عملت شورتنج للديوريشن بتاعت البري بوتنشال بتزود الهارت ريت، لو مدته طالت يعني برولونجيشن تزود الهارت ريت تقلل الهارت ريت. يبقى لو شورتن ديوريشن يزيد الهارت ريت، لو برولونجد يقل الهارت ريت. يبقى الرابيديتي او الشورتنج وذا سلوب والبري بوتنشال بيعتمد على حاجتين اساسيتين، على حاجه اسمها بوتاسيوم افلاكس وكالسيوم انفلاكس، الاثنين بدورهم هياثروا على الديوريشن اوف بري بوتنشال. وفي نقطه هنا عشان بتعمل لبس ولخبطه كتير قوي عايزين نركز في الحته دي. انا عندي دلوقتي ادى الايه البري بوتنشال بالشكل ده، ادى البري بوتنشال قلنا مكون رئيسي لسبب رئيسي للبري بوتنشال هو مين؟ الليكج من خلال صوديوم تشانل. اللي هي سلو تشانل. هنلاحظ كمان شويه ما هنشوف هنلاقي في كومبيتيشن ما بين البوتاسيوم والكالسيوم مع هذه الصوديوم تشانل تو افكتد. مما هيؤدي لان الكالسيوم والبوتاسيوم هيبقى لهم علاقه عكسيه اللي هي علاقه المرجاح مع مين؟ مع الريزميسيتي. يبقى دي الريزميسيتي وهنا الكالسيوم والبوتاسيوم في الاكسترا سيلولار. يقل الكالسيوم او البوتاسيوم هنلاقي الريزميسيتي تزيد والعكس. ليه؟ لانهم بيأثروا مينلي على السلوب اوف بري بوتنشال ويأثروا مينلي على الصوديوم ليكج، وبالتالي من خلال طبعا السلو صوديوم تشانل، وبالتالي يا اما يعملوا برولونجيشن للسلوب اوف بري بوتنشال فبيقللوا الريزميسيتي، او يعملوا شورتنج للسلوب اوف بري بوتنشال يعني يقللوا الديوريشن فيحصل زياده للهارت ريت. يبقى انا دلوقتي وانا بتكلم على الامبورتنس اوف بري بوتنشال دي مهمه جدا في تحديد الاوتوماتيست او الريزميستي. الريت اوف سلوب السلوب اوف بري بوتنشال والديوريشن بتاعته بيأفكت مين؟ بيأفكت الهارت ريت. اخر جزئيه عندنا النهارده بنتكلم فيه الفاكتورز ذات افكت مين؟ ذات افكت الريزميستي. بالنسبه للفاكتور ذات افكت ريزميستي بمنتهى البساطه هذه الفاكتورز هتشمل ايه؟
زي ما جينا نتكلم على الفاكتور ذات افكت اكسايتابيليتي، كنت بقول فيه افكت اوف اوتونوميك نيرفس سيستم، افكت اوف هرمونز، افكت اوف تمبريتشر، افكت اوف ايونز اند اذر. ولذلك الطالب الشاطر يجي يذاكر الاثنين كده يعملها كجدول مقارنه. فاكتورز افكتنج ريزميسيتي و اكسايتابيليتي، الاوتونوميك يعمل ايه هنا هنا، هرمونز ايه هنا هنا، تمبريتشر، الايونز، الاثرز. فاول حاجه بداناها اتكلمنا على الاوتونوميك نيرفس سيستم. اوتونوميك يبقى انا بتكلم في حاجتين، في سمباثيك وفي بارا سمباثيك. السمباثيك زي ما لسه قايل من شويه يعمل في الريزميسيتي، يزود الريزميسيتي، يعني معناها بوزيتيف، ها بوزيتيف كرونوتروبيك افكت. البارا سمباثيك يقلل الريزميسيتي، يعني معناها نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. والافكت مينلي من خلال ايه؟ افكشن على البوتاسيوم تشانل وعلى الكالسيوم تشانل. فبالتالي مع الفيجر ستيميليشن او باراسمباثيك ستيميليشن هلاقي ان الباراسمباثيك بيزود الاوبننج اوف بوتاسيوم تشانل، فبالتالي هيزيد البوتاسيوم افلكس. اما يزيد البوتاسيوم افلكس يحصل ستيت اوف انكريز ان ذا ديوريشن اوف سلوب اوف بريبوتنشن، بالشكل ده هيزيد السلوب فبالتالي يقل الهارت ريت. العكس مع مين؟ مع السمباثيك. السمباثيك هيقلل البوتاسيوم افلكس وهيزود الكالسيوم افلكس، فالنتيجه ان يحصل ايه؟ شورتنينج للسلوب اوف بريبوتنشن فبالتالي يزيد الهارت ريت، فبالتالي اقول بوزيتيف، ايه بوزيتيف كرونوتروبيك افكت. طيب الافكت اوف هرمونز، الهرمونز هتعمل ايه؟ حاجه زي الثيروكس، ده هرمون بيطلع من الثيرويد جلاند. حاجه زي الكاتيكولامينز اللي بيطلعوا من السوبرارينال مضل، الاثنين دول بردك هيشتغلوا على ايه؟ هيأثروا على ايه؟ هيأثروا على الميتابوليزم بتاع الاس انو، مش كده وبس، وهيأثروا على السلوب اوف بريبوتنشن، هيعملوا له شورتنينج للديوريشن بتاعته فبالتالي يزودوا الهارت ريت. طيب افكت اوف بادي تمبريتشر، قال لك مودريت انكريز ان بادي تمبريتشر لها دايركت ستيمولاتوري افكت على الاس اي نو فتزود الهارت ريت. لكن دايما بقول الحاجه ما بتزيد عن حد بتتقلب للضد. لو حصل سيفير increase or decrease in body temperature هيحصل ايه؟ decrease في الهارت ريت. طيب النقطة اللي بعد كده effect of extra cellular ions، يهمني جدا هنا ايه؟ حاجتين، البوتاسيوم والكالسيوم في الاكسترا سيلولار، والاثنين لهم نفس النتيجه، علاقه المرجحه اللي هي بقول عليها انفيرس ريليشن، علاقه عكسيه بالشكل ده كده، الريزميسيتي هنا وادى البوتاسيوم والكالسيوم هنا، نقص البوتاسيوم او الكالسيوم هيزود الريزميسيت عن طريق ايه؟ عن طريق انهم هي يعملوا شورتنينج للسلوب اوف بريبوتنشال، يزودوا الايه؟ الصوديوم ليكج، فيبقى شورتند يبقى الهارت ريت يزيد. طب العكس لو زاد البوتاسيوم او زاد الكالسيوم يحصل العكس،
يحصل برولونجيشن اوف سلوب اوف بري بوتنشال، فيحصل ايه؟ فيحصل اللي هي ايه؟ ديكريز ان اريثميسيتي، بقول عليها نيجاتيف كرونوتروبيك افكت. وقال لك الملحوظه اللي ما انساهاش ابدا، زياده البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد ممكن تؤدي الى ستوبج اوف ذا هارت ديورينج دايستول، يتقال عليها بوتاسيوم رايجر. طيب اكسس كالسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد ممكن ستوب ذا هارت ديورينج دايستول، واقول عليها كالسيوم رايجر. طيب في other factors affect هذه الاوتوماتيستي. other factors زي ايه؟ other factors زي ما قلنا هناك بالظبط في الاكسايتابيليتي. other factors هتشمل ايه؟ effect of drugs. drugs حاجة زي ديجيتالس، حاجة زي كولينرجيك دراكس، دول بيقللولي الهارت ريت، بيقللولي الريزميست نيجاتيف كرونوتوبيك افكت. لكن الديجيتالس بينتاز انه كمان بيزود الكونتراكتيليتي بتاعت الهارت، ولذلك بيستخدم في علاج الهارت فيلير. ليه؟ لانه بيزود الكونتراكتيليتي وبيقلل الريزميست، فهيقلل الايه؟ الورك لود بتاع الهارت. يبقى ده الافكت اوف دراكس. طب البلاد بي اتش، البلاد بي اتش قال لك فيه دايركت ريليشن شيب. يعني ايه؟ لو زاد البي اتش تزيد الريزمس. تفسيرها دي ايه؟ بسيطه بس خلي بالك، دي دايركت امتى؟ لو مايلد تشينج او مودريت تشينج في البي اتش. طب لما يزيد البي اتش مايلدلي او مودريتلي هتؤدي الى نقص الكالسيوم، هي نايز دي كالسيوم بالتالي تزود الريزمست. والعكس لو قل البلاد بي اتش مايلدلي او مودريتلي هيزود الكالسيوم فيقلل الريزمست. طب لو سيفير، لو سيفير بي اتش تشينج تعمل الريزميا، تعمل مشكله في الهارت ريت. طيب لو جينا نقول بقى البلد جازس، اللي هي other factors بقى، severe changes in blood gases، severe hypoxia، severe hypercapnia، لو في اسكيميا، لو في توكسينز، كل دول هيقللوا لي الريزمستي. يبقى خلاصة الكلام to summarize factors affect rhythmicity. factors affect rhythmicity يبقى انا بتكلم في حاجة اسمها autonomic nervous system، وعرفت السمباثيتك هيعمل ايه، والباراسمباثيتك هيعمل ايه، الهرمونز، وعرفت الكاتيكولامين هتعمل ايه، و الكولينرجيك دراكس هتعمل ايه، ثم الافكت اوف تمبريتشر، ثم الايونز سواء الكالسيوم او البوتاسيوم، ثم الاذر فاكتورز. الفكره كلها افهم حته الايه؟ البري بوتنشال ازاي بيتكون، وايه الفاكتورز اللي بتافكت ات. يبقى تو سامرايز الكلام اللي احنا قلناه، اتكلمت النهارده على حاجه اسمها الاوتوماتيسيتي او الريزميسيتي، عرفت عنها ديفينيشن، عرفت كاركترستيك فيتشرز لها، عرفت يعني ايه بيس ميكر بوتنشال، وازاي افرقوا ما بين الاوردينري فينتريكولار اكشن بوتنشال، اهميه البري بوتنشال ايه، ايه الفاكتورز افكتنج الريزميسيتي او الاوتوماتيستي. للتواصل عبر الموقع خافض.احلى منتدى.نت، وعلى الفيسبوك سوق فيسيولوجي جروب، وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل.
شانل، نسألكم صالح الدعاء.